مبروك على التأهل النهائي. هارد بلوك لما تاخذ أوزبكستان. الحمد لله فزنا وكنا مستحق الفوز بأول 4 أهداف، والحمد لله الفرحة لا توصف صراحة. إن شاء الله نتأهل على الفوز. صراحة يعني إحنا تعبنا كثير وهذا إنجاز كثير كبير للمنتخب النسوي الأردني. أول مرة نطلع نهائيات آسيا، وإحنا كأول مش بس فريق أردني، إحنا كفريق عربي طلعنا نهائية آسيا، فهذا إنجاز كثير كبير. نشكر كل الناس اللي دعمونا والحمد لله على هذا الفوز. البنات تعبوا وما قصروا، إن شاء الله يا رب إحنا ما نتوقف وإن شاء الله للنهائيات. مبسوطين بهاي الفرحة، كان يعني حلمنا إنه نوصل نهائيات تصفيات، والحمد لله الله وفقنا وقدرنا نوصل. وإن شاء الله هلأ نفكر لقدام شوي، سنة إعداد رح تكون صعبة علينا النهائيات، بس إن شاء الله بنكون من أهل إحنا صرنا أوائل آسيا. إن شاء الله نوعدكم أحسن، إن شاء الله أحسن.